لطالما كان الاقتصاد أكثر من يتضرر بالقرارات والمواقف السياسية، وها هو اليوم يترجم بالحظر السعودي الذي يضرب القطاع الصناعي في الصميم. فالأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان والسعودية أفضت إلى حجز عدد كبير من الحاويات التي شحنت إليها في الفترة الأخيرة، ويخشى صناعيون لبنانيون من أن تؤدي هذه العملية إلى تلف البضائع. بالواقع أنه من شهر أيار الماضي، من بعد ما تبين للمملكة بقصة تهريب المخدرات اللي طلعت لهم، أخذوا على قرار بتوقيف الاستيراد من لبنان لكامل المنتجات. من بعد الاتصالات اللي صارت رجعوا سمحوا لغير منتجات، ووقفوا فقط المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية المعلبة. كان بهالفترة هايدي عنا شحن كمية من البضائع باتجاه المملكة، واللي وصلت من بعد ما أخذ القرار. بالواقع أنه حجزوا هالبضائع بالمرافق المملكة، وما تزال كانت لحد لغاية من أسبوعين هالبضائع موجودة بالمملكة. حصلنا على اتفاق من المملكة ومشكورين عليها من أسبوعين أنهم يسمحوا لدخول هالبضائع. بالواقع ما حاولنا انه نتحرك، يعني ما كان عندنا الوقت انه نتحرك تنبلش نفوت هالبضائع العالقه. كان طلع القرار بالسحب السفرة والتوقيف الكلي. رجعنا محل ما كنا، رجع وقف القرار بادخال البضائع، وما تزال البضائع موجوده بالمرافق المملكة. إذن التطورات الدبلوماسية تكبد الصناعيين والمصدرين خسائر كبيرة، فما حجمها؟ وما هي أنواع السلع العالقة حالياً؟ وماذا عن عدد الشاحنات؟ الكميات عنا كميات كانت بحدود مثل ما عملنا أحصى جمعية الصناعيين مع بعض الزملاء اللي مصدرين منتجاتهم، ما يفوق 200 كونتينر كانوا منتجات موجودة. أكثر من هيك المصاريف اللي بتطلع عليهم دمرج لشركات الشحن مبالغ، حتى عم نتفاوض نحن وشركات الشحن إذا بيقدروا يعملونا تخفيضات على هالمبالغ. هلأ بالنتيجة النهائية البضائع ما تزال موجودة محجوزة بالمرافق، ما عم بيقدروا يفوتوها. عم نشوف إذا فينا نرجع باتجاه لبنان. فيها خسائر كبيرة، في بعض الصناعيين بتبتدئ من تكاليف عندك من $25,000 الكونتينر وصعودا حسب شو في محتويات بالكونتينرات. احد الصناعيين عنده كونتينرات واقفه بحدود $1,200,000، غيره عندك $500,000 $600,000. تتراوح كل صناعي شو كميات البضاعه اللي مصدره. طبيعي هذه عم نحكي كلها منتجات غذائيه معلبه. بقى بعدنا القرار غامض. هذا وكانت جمعية الصناعيين في لبنان حاولت إجراء اتصالات عديدة مع بعض المرجعيات للقيام بأي وساطة لحل الأزمة والإفراج عن البضائع وبغية فصل القطاع الصناعي عن الأزمات السياسية.